يقع مقام سيدي إبراهيم أو جامع سيدي إبراهيم على مشارف بلدة العطف، أقدم المدن المزابية، وهو أول مسجد أقيم في مزاب في مكان أثرى. المبنى على نفس شكل الحجر ويتسق مع البيئة من حوله، ويأخذ الجامع بفكرة القبلة المفتوحة والتي تتجه إلى الفضاء الواسع. ويوجد مصلى الشيخ إبراهيم بن مناد داخل المقبرة التي تعد من أقدم مقابر وادي مزاب. ويتكون المصلى من قاعة صغيرة دائرية الشكل، نصفها مغمور في الأرض تشكل النواة الأصلية له، ويتم الدخول إليها عبر قاعة الصلاة. ونظرا لموقعه المتميز المتكون من أشكال هندسية بسيطة ووجود تلك الفتحات بأماكنها المختارة بدقة وألوانه الساطعة، فقد جلب إليه أنظار واهتمام العديد من المهندسين العالميين والباحثين والفنانين، منهم المهندس المعماري الكبير لو كوربوزيه الذي استوحى منه في عناصره المعمارية وشكله الهندسي لبناء كنيسة جبال ديرنجون بفرنسا. والمصلى مفتوح على الصحن بأقواس ذات أشكال وأحجام متفاوتة جميلة وبسيطة وبارتفاع متناسب مع قامة الإنسان، وكذا مجموعة من الفتحات ذات أشكال هندسية مختلفة موضوعة على رفوف عريضة محاذية لجدار ضريح الشيخ. وفيما يخص تقنيات بناء هذا المعلم، فتتمثل أساسا في المواد المحلية التقليدية كالحجر الممزوج ببلاط الجير لإنجاء الجدار الحاملة، وكذا جذوع النخل كوسيلة لتسقيف الأروقة التي تبدو على أنماط مختلفة. والمبنى ملبس بملاط الجير الذي أنجز بطرق مختلف الأيدي، كما أن المبنى صبغ بانتظام بمادة الجير قصد حمايته من تقلبات الطقس من أجل الحفاظ على نضارة لونه الأبيض الناصع لمدة أطول.